بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات كريفي التعليمية. دلوقتي احنا هنتكلم عن مشكلة بتواجه الناس لما بتيجي مثلا تنزل ويندوز 8 عامة، أو أي ويندوز يعني. المهم المشكلة بتتمثل فين؟ بتتمثل في الهاردوير ذات نفسه. ازاي؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا جبت مثلا لاب جديد، اللاب ده بيكون عليه مثلا نسخة ويندوز من الشركة ذات نفسها، ده غالبا يعني دلوقتي النسخة ديت بتدعم حاجة اسمها جي بي تي، اللي هو الهارد بتاعك يعتبر امتداده جي بي تي. طيب يعني ايه جي بي تي؟ وهل في امتداد تاني؟ اه، في الام بي ار. طيب يعني ايه بقى جي بي تي، ويعني ايه ام بي ار، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده، وايه مميزات ده وايه مميزات ده، وايه عيوب ده وايه عيوب ده. هنعمل كده مقارنة بسرعة كده عليهم عشان برضو انت تفهم الوضع ماشي ازاي وتبتدي تختار. ازاي بقى؟ هقولك. احنا في العادي من اول لما اتعلمنا اي حاجة على الجهاز كان الهاردوير بتاعنا بيدعم ال MBR. ال MBR دوت الاختصار بتاع ماستر بوت ريكوردر، ده بيشتغل على اي ويندوز، ودي تعتبر اهم مميزاته. هو يعتبر ملوش مميزات تانية غيرها، اللي هو بيشتغل على اي ويندوز 8 7 اكس بي 10، مش بيقول لا على اي ويندوز. لكن الجي بي تي جايد بارتيشن تيبل مشكلته انه مش بيقبل ولا الاكس بي ولا اي نسخة يعني منحطة عنه، او يعني اي نسخة اقل منه، مفيش، مش بيقبل خالص. الجي بي تي ليه نسخ معينة، هو ده اللي احنا ممكن نستخدمها فيها. طيب هل دي ده عيب في الجي بي تي؟ طبعا. والتاني كان ميزة في الام بي ار. تعال هنتكلم عن عيب في الام بي ار ونشوف الميزة اللي بتقابله في الجي بي تي. الام بي ار في عيب ان هو اخره يبقى على هارد اخره 2 تيرا بايت، انما هارد اكتر من 2 تيرا بايت ما ينفعش. زمان كنت اقول لك ان ده مش عيب، لان اصلا ما كانش فيه يعني ما كانش فيه 3 تيرا بايت او 4 تيرا بايت، لكن دلوقتي فيه طبعا، في لابتوبات كتير مثلا، فده مش هيناسبهم وهيناسبهم الجي بي تي. ليه؟ لان الجي بي تي شغال بنص شغال بمساحة 18 اكسا بايت. اكسا بايت واحدة برضو مساحة زي التيرا بايت او كده. الجي بي تي ممكن نعمل فيه 128 بارتيشن، 128 بارتيشن. اما ال ام بي ار اخرنا نعمل فيه 4 بارتيشن. وانا الصراحة شايف ان ديت برضو مش ميزة قوي هتبقى عندنا، لان الجي بي تي يعني 128 بارتيشن مش احنا اللي نستخدمهم يعني. اكيد ممكن مثلا يكون شركات، يكون مصانع مثلا، بيكون في حاجات مخصصة ليها يعني، مش استخدامنا اليوم اقصد يعني. انما ديت عيوبه وده عيوبه، ده مميزاته وده مميزاته وده مميزاته. دي مقارنة سريعة جدا. طيب ايه بقى المشكلة؟ المشكلة يا سيدي لو انت مثلا الهاردوير بتاعك جبت مثلا لاب جديد، خليت الويندوز اللي هو كان جاي معاه، تمام جدا. بس للأسف أحب أقول لك إن 90% من اللابات الجديدة بيكون الهاردوير معمول على صيغة الجي بي تي، والجي بي تي هتواجه لك مشكلة بقى لو انت بتنزل ويندوز تاني. مثلا انا الويندوز كان قاعد معايا حوالي سنتين من غير ما اغيره، اللي هو بتاع الشركه ذات نفسها، او على الاقل يعني كنت مكسل اغيره. المهم وجيت اغيره من حوالي يومين، لما جينا نغيره شفت ان في مشكله اسمها مشكله الجي بي تي. ازاي؟ جيت اخش اول لما انت عملت بوت للاسطوانه، الاسطوانه دخلت وكله تمام، اخترنا الاعدادات، دخلنا على المكان اللي هو بتاع اختيار الويندوز هيبقى فين بالظبط، السي طبعا، عملنا فورميت وابتدينا نخش طبعا عشان نستضف السي. لقينا ان في مشكلة. شفنا المشكلة ايه؟ لقينا ان المشكلة ان الهارد بيدعم نسخ الجي بي تي بس. ادي مشكلة على جنب. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى في الحالة زي ديت؟ انت لازم في الحالة زي ديت تفرمت الهارد كله والداتا كلها هتروح من عليه، عشان حضرتك تعمل تحويل من الجي بي تي للام بي ار. وده طبعا بيبقى صعب جدا بعد سنتين، بعد كل الداتا اللي عليه تيرا بايت داتا هتروح كده على طول.
اكيد طبعا بيكون صعب جدا. فعشان كده انت دلوقتي مثلا هنقول خطوات في المقالة اللي هتكون في الديسكريبشن اللينك بتاعها، هنقول خطوات بالظبط ازاي تحول وازاي تفرمت الجهاز كله وتحوله من GPT لMBR. هتعمل كل الكلام دوت بس بعد ما تاخد نسخة من الداتا اللي عندك اللي هي على الجهاز، على اي هارد بره مثلا عشان الداتا بتاعتك ما تروحش، او على الاقل الحاجات المهمة. وانصح طبعا يا جماعة اي حد رايح يجيب لابتوب جديد، طبعا الويندوز ماشي هينزل وكل حاجة، بس انت اصلا من قبل ما هو من يعني سوري من قبل انت ما تملا داتا عليه وتحمل وتعمل وتجيب من هنا وهنا وهنا وهنا، هيبقى صعب عليك جدا ان انت تفرمته تاني او انت تنقل تاني، هياخد معاك وقت، ناس وقتها طبعا مهم. فعلشان كده بتبقى اول انت لما تجيب اللابتوب بتاعك عشان برضو ما تتخضش لو حصل معاك كده، بتحوله على طول. وان شاء الله يعني تكون استفدت من الدرس ده بأي حاجة. وهنتكلم بإذن الله برضو في الفترة الجاية عن مشاكل كتير قوي في الويندوز. انتظرونا ان شاء الله في كريفيد، وشكرا جدا لحضراتكم.